اخر الغيوم مع اول تالي مين يخش مع مين؟ لا اهدى 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 شايف المصعب مصعب شايف مني طيب معاه كل واحد في مصعب طيب فاضح حلقة طيب مش شايف الله بفي القص عبد الله بركات يلا جهزوا نفسكوا للجزء الثاني الراحة يا ميلو الراحة عشان في اسئلتنا انا عايز نعرف مينو مع الكابتن بيوجرافي مع بيوجرافي عشان انا اللي معود مينو على كده انا اللي معود مينو لما بينزل كده تحت رجله هو اللي يجري لما بيلاقي ان هو بيتفتح الرجل لازم يخش تحت عشان كده لما يا جماعه في محمد تمن سواج بيقول لي خلي الكلب يفتح رجله قلت له حاضر خليه يفتح رجله ها مينو عايز يفتحها مينو 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 افتح لي شويه عشان نرد عليه مينو انا ورا مين مينو بقى يا جماعه بياخدني دايما ودينا على ظهره مينو كنت طلعت بحضني وراح مينو واخدني عليه ازاي راح هو متفضلاه وراح بعيد مينو على وراه انا يا جماعه نروح له هناك مينو ده اوفى كلب باي باي انا لسه راكل يا جماعه تصور داخلة معايا العنبر انت احنا اللي مضيفين العنبر كده احنا اللي مضيفين العنبر كده يا بنتش العنبر هي السكيرة داخلة يا رامي تصوروا هي عاملين مصداق لا يا جماعه رحمه محدش يعرف من المزاج بتاعها والمسلم محدش يعرف اكتر من اي حد في المزاج ماما محترمه وسيلة الصراحه تربيتها تربيه بسم الله ما شاء الله عليها يا جماعه اخبارك ايه؟ رحمة بتقولك اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ تاخد الانذار ده تبص عليه من تحت المية تاخده؟ انا معقولك عايز اخده حبيبتي عايزين نجيب كوتش من تحت انا المرة اللي فاتت نزلت عن الكوتش نختص لعبنا نختص ارعى الحمر اما الله تقول لي تعال روح الهامر تعال روح الهامر هامر هامر بتقول لك انت عامل ايه؟ هامر انا كده بص كده بالانذار ده يا عمر هو انذار جميل بص فرحاسه لا مش قصدي لا قصدي بص عشان زمان يا اسطى هنجرب مع الكلب دلوقتي اخليه بس بالانذار اخر الغيوم مع اول كلب مين؟ يخش مع مين؟ لا اهدى 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 شايف اهدى شايف المصعب مصعب شايف مني طيب معاه كل واحد في مصعب طيب فاضح حلقة طيب بص يا طلاب في القص عبد الله بركات يلا جهزوا نفسكم عمر خلاص ايه ده ما عدناش خلاص اه الادمين لا انا عامل ايه في الادمين ما عندهمش خلاص ولا
الكلاب هي اللي هتحس بيه. الكلب انت عطيت له لقمه ما ينسلهاش طول العمر وافتكرها لك دايما. يلا مش كده بقى، ممكن في ناس تفهمها غلط، مش قصدي كده، أنا قصدي الكلاب عندها فهم زيادة، عندها فهم خلاص إيه بالزيادة، مثلا اللي كنت، الكلاب محترمة على دماغهم، بس الكلاب عندها فهم أكتر من كده، ومع عمرهم ما يخنوك، وعمرهم في ساعة العركة ما بيسيبوك، ممكن وقت ساعة العركة يجري ويسيب التاني، فكار، أنا إيدي إيدي الجو سبع. كل دلوقتي زماني جاي تحت البطانية ولابس الجوانت ولابس الشراب، وطبعا ابو رحمة اول حاجة تعبت الاشواق تحت رجلك ولا تحت المخدة. طبعا يا بابا جاهز مني لكم فجأة خلاص بقى رحمة هي دلوقتي هي اللي بتصور وداخلة معايا العنبر، هي احنا اللي منظفين العنبر كده، احنا اللي منظفين العنبر كده، هي بتخش العنبر هي السكيرة كلها رقم تصورهم ماما يا جماعه وقت الجو اهي وقفه واقفه مش عارفه تمشي سالفه كتير اتلخبطوا على زجاجها اول مش عارف بقى الانذار هيجيب لكم. انا كنت جايب دلوقتي الانذار جاي الانذار كان جاي مش عارف مش هتيجي بس انا هجيب لك العدس الكبير بس العدس الكبير بيتبعت بيتبعت تعالى نبدأه. أنا ما كنتش شغلنا بدأ تعالى نبدأه بجزء الشغل يا جماعة نروح نخش كذا حاجة ومش عارفة نظر في المزارع اللي خلصناها طبعا من نظر احنا خلصنا بعد احنا خلصنا الزيادة كنت عايزينها البعد دي مجرد مساحة اول حاجه العصافير ترى حاجه تولف على اللمبه بالراحه طبعا عشان نخرجها ميه شويه هنسيب العنبر واحنا جايين نسيب العنبر ده نبص على المزرعه الاول ونسيب العنبر دي الكلب اللي هو فرانك، فرانك طبعا عمره ما نسوه، كان الطاعة، فرانك كان الطاعة، حاطين البوكس حابسينه عشان يفوق ده الشتا حلو للكلاب مش وحش، والكلب لازم تدفن عيالها في الشتا، أهم حاجة لازم تعمل لكلابك حاجات في الشتا وتاكل وتسجلهم، وكلبتك لما داخلة على ولادها بسرعة جهز لها تدفنها، تدفنها خلي بتاعه نار، خليها نار. دفلها على الاكل
الجراب بتطلع حلوه في الشتاء يا جماعه، طبعا عارفين الجراب بتطلع حلوه في الشتاء. النهارده الناس جت عايزين نشوفوه كده شكله الري يا جماعه. انا هخش على المفاجاه الكبيره الكبيره، عنبر وفاء.